لي شونجور هذا كيما تنجم تضرب البومب وتضرب الكارته فرد مره. علاش؟ على خاطر انت مادام احنا توانسه عندنا الثقافه دي، معناها ثقافه لونتروتيان بلوتو، مش معناها ثقافه، معناها ما عندناش ثقافه، معناها عندنا ثقافه اللامبالاه هي الدارجه وهي المسيطره في معناها معاشنا اليوم. توا باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش ننظفوا احنا توا، مازلنا ما عملنا حتى شيء، حطينا البرودوي قاعد ياكل في بعضه باش نخلوا توا البرودوي هو خل طبيعي، خل عادي معناها. اوكي ما ننصحش، فما ناس ينظفوه بالاسيد، ما ننصحش به، مش منصوح به الاسيد باعتبار الاسيد قوي ياسر يهري لي شونجور. تو باش نتنقلوا للمرحلة الثانية نتاع تنظيف لي شونجور، تبعونا تو. اوكي عم الهادي عندي سؤال، الفريكونس تاع لونتروتيان، لا فريكونس دونتروتيان، اسكو كل عام مرة في العام مرة في العام؟ ديما كل قبل بداية سيزون. اوكي كل قبل بداية سيزون. احلاش احنا مانا هو فما تو لو كان تدخلوا الفيديوهات نتاع جماعة اوروبا وايطاليا وما عرفش شنو البلدان المتقدمة، بون هما عندهم سبري اخر وثقافة اخر وعالم اخر، حتى الماء نتاعهم هما معناها خير من مانا احنا باعتبارهم عندهم اكلتين تواب. بعتوا زمان إذا إحنا عنا ناس ونادي مش ديركت نستربي دور في استربي، لو كانت تحل السبالة هذه تتوقعها مع معبر الكالكير. لو كنت نصحنا إحنا عنا كالكير، إحنا في تونس، في تونس عنا كالكير بالماء مش ماء بالكالكير. صحيح. دونك أنت إجابة عن سؤالك فاش يتمثل، قلت لي في الفريكونس بتاع لونتروتيان، اسكو مرة في مرة في العام دو بريفيرونس قبل ما تبدا السيزون تعمل لونتروتيان. وشنو هو القطايع اللي نعمل فيهم لونتروتيان عمل هذه؟ شنو هي؟ فما البومب تسرح البومب، فما الفاز ديكسبونسيون اللي تنفخوا من المفروض تنفخوا من الهواء خاطر يفرغ من الهواء. فما طب دير جيسر عند برشا عباد يقول لك راني شو داير بتاعي كل يوم كل يوم نقوم الصباح نلقى فارغه بالماء، ما نعرفش هو يعبيها بالماء تخدم شو داير، بالنسبه لي هو يمشي يخدم على روحه ويرفع من غدو ويلقاها فارغه من الماء عاود يعبيها، ما يفكرش حتى يمشي يكلم صناعي ولا كذا، يقول لك مادام هي تخدم. لكن هذيك زاد عندها انعكاسات سلبيه على شو داير، كيفاش يتمثل الانعكاس؟ هو فكر فما قطعه في الشوديير في ظهر الشوديير اسمه فاز ديكسبونسيون. الفاز ديكسبونسيون هذا هو الاصل فيه يتعبى بالهواء، انت قاعد تعبي فيه بالماء وتخدم فيها الشوديير اكسيليري. في الفازه هذيك تنجم زاد تضرب لك بومب كيما تنجم تضرب لك حاجه اخرى. مازال مسدود، مازال مسدود. يقول قائل، يقول قائل علاش نعملوا بالطريقة دي؟ نستعمل خيشة، علاش عم نستعمل رضوم؟ فهمتني؟ كي نعملوا هكا هكا المستعمر ما نجموش بتاع نضربوا على حتى على الغطاء ولا حاجه، هذوما يتحملوا الطريقه دي تاع التنظيف. ماهيش زاد مثلا ماهيش مثل قوه، وانما الضربه هي اللي عندها فما برشا ناس تستعملوا، شوفوا فيا يمكن في فيديو سابقه نستعمل في طريقة اللي تخلوني نستعمل فيها القوة، معناها نهز هكا بالقوي كذا، لا هكاك ما تنجم تعمل حتى شيء، وإنما هكا الضربة هذيك وكي تعيش هذيك تخلي مازال مسدود. باهي هذا قد يعديك السيزون هذيا خاطر مسدود ياسر. فهمتني؟ اما تخمم باش تاخذ دو بريفيرونس. واحد اخر جديد. دو بريفيرونس. والسعر عمي هذه. بون السعر نتاع لي شونجور ما نجمش نعطيه باعتبار لي فورنيسور ما يحبونيش نعطي الاسعار. هذيك نخلوها في لي كوليس. علاش؟ مش باش نعطي معناها سر، علاش؟ خاطر هو كي نعطي انا السعر اليوم سافوار الانسان وقتاش يقدر نجم.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.